بكل تأكيد. طيب هنروح لموضوع تاني، ودايما الست مصرية هي ست جدعة يعني. دلوقتي احنا معانا نموذج لست مصرية أصيلة قررت ان هي تشتغل عجلاتي عشان تقدر تربي ولادها وكمان تقدر ان هي تصرف عليهم وتجوزهم. ايه حكاية ام رامي؟ هنعرفها من خلال هذا التقرير. أنا اسمي عاطف زكريا محمد باكت، أصلي من أوسنا بس متجوزة هنا بقالي 30 سنة بالظبط، 30 سنة واقفة مع برامي. أنا أول ما اشتغلت كان برامي بيروح يقفل عجل عند الناس يعني الأول، كان سابني في كشه كده فاتحينه على الباب، قال لي خلي يعني عودي حاجة جات الكنية على مناجي عادي بقى تعب. جه مرة واحد بيقول لو سمحت عايزاني، قلت له جينا لقينا الفردة مخرومة، كنت الكلام ده بعد ما اتجوزت بخمس سنين، لقيت الفردة مخرومة، قلت له بيقول لي تعرف تعمليها؟ قلت له نجرب، طلعت الكاوتش وبتاع وقعدت اعمل زي ما كان ابراهيم بيعمل، عملتها له. صارت بقى ايه كل ما حد يجي يعمل حاجة ما اقولوش لا، أي حاجة كنت أعملها له. ما فيش حاجة بعرفها، ابراهيم بيشتغل بقعد قدام منه أشوف بيعمل إيه أعملها، بنعدى السلوك الطرى بس، ماليش خلق له. بس كده هو اللي بيشد. يعني هو عليه يشد لنا السلوك وإحنا والعيال نشتغل. كنت حابة أشتغل معاه. لأنه كان لوحده وكان العيال صغيرين وكده. قلت بدل ما مثلا عايز حاجه بيروح يجيب شويه حاجه من عند حد من هنا، انا اقعد قدام الكشك على ما يجي مثلا حاجه ركن عجله، عارف اخت عجله لحمت عجله ثاني ما اتعلمتها. عندي رامي الكبير عنده 34 سنه، عندي حماصه 33، عندي اسماء 28، عندي زياد بقى الاخرين دي 15 سنه. عيالي اسم الله كلهم شغالين معايا الثلاثه. حباء اكل عيش اكل عيش على شكر، انا جالي وظايف كتير ما رضيتش اروح، قلت لهم لا تنتني في الشغلانه دي. ديت مثلا دي اكس في السره بيركب عادي، عايزه اكس بنركب لها الاكس عادي واركبه. دي ظرف الفرش بايظ مثلا بركب طقم الظرف عادي. قلب المكنه بايظ برضه، عايز يشحم نشحمه، مش عايز نركب له قلب مكنه جديد عادي. يعني اي حاجه في الحاجه اللي تشتغل بنشغلها، ما تشتغلش بنغيرها. ركن الزبون بيجيب لنا الحاجه بيقولش اعملوا ايه اللي فاعمله، زي ما انت سمعت حضرتك عارف ان احنا ايه القديم بنشغله والجديد لو حاجه بايظه بنغير. الجنزير دي لو بايظ بيبقى متقطع كده بنمنصه بالبنسه وهم شايلينه نقص واحد زيتان وبرشمه بيتبرشم عادي بيقفل جنزير زيه معايا. والكاوتش عادي لو مخروم بنطلعه من هنا كده زي دي كده بنطلع بنهوي الفرد لو مخرومه بنطلع عادي ونكشف عليه. بايظه خالص الطرى بتتفك بره وبنركب لها دخل. نفسي اعمل عمره واحمد ربنا عليه الحمد لله. يعني الست المصرية ست جدعة ست شاطرة، يعني شايفين أم رامي عندها كده عارفة كل حاجة عن العجلة. عارف إحنا وإحنا صغيرين في ارتباط كده بالعجلاتي، عندنا ارتباط بأي عجلاتي كده إحنا قاعدين عنده على طول، لأن إحنا كنا بنلعب بالعجل في الشارع فيعني بنرتبط بيه. هي ست بقى قاعدة عارفة شغلها، عارفة تعمله كويس قوي، و فعلا نموذج للست المصريه اللي احنا شفنا كتير قوي من النماذج دي اللي فعلا بتقدم شغلها كده بكل حب وكل شطاره. فعلا كل التحيه يا ام رامي. دعم السيدات اللي بتعمل في مثل هذه المهن مطلوب، مطلوب من كل الناس ومن اهالي الحته كمان اللي هي موجوده فيه. واكيد حضراتكم وانتم بتسمعوا التقرير ركزتوا زي ما احنا ركزنا كده في جمله ايه، ما انا قلت اجرب. يعني هو ابو رامي قال لها اقعدي في المكان لحد ما ارجع، قالت انا قلت اجرب لقيت الكاوتش مخروم فبدات تجرب. كانت ممكن ان هي تفضل تقول ايه لا انا هستنى بقى لما يجي وخلاص، لا هي عايزه تجرب وعايزه تعمل، ودلوقتي بقت بتعرف تعمل كل حاجه. فالحقيقه يعني نموذج مشرف، وكل التحيه مره تانية ليك يا مرام.